من أكبر شعراء أكتوبر وبل من الرواد في شعر هذه الملاحم الإسلامية شاعرنا ويعني صاحب الدار، وصاحب الدار لا يقدم إنما يعني يستقبل الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايب يونس مع إحدى أكتوبرياته أو رمضانياته أو خالداته الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سعدنا كلنا سعادة غامرة وشعرنا بالزهو وبالأمل، ويمكن سيرة أننا لابد أن نعلم أبناءنا سيرة هؤلاء الأبطال، ولابد أن نطالب بأن التربية والتعليم تدرج في برامجها وكتبها سيرة هؤلاء الأبطال، لأنها يعني أشياء واقعية حقيقية. ونشكر الأخ الأستاذ محمد الشافعي على أن قدمها لنا بأسلوب سردي سهل، يعني هو إن شاء الله يشارك معنا إن شاء الله في استلهام السيرة النبوية بالأدب المصري الحديث. وقبل أن ألقي قصيدتي، وهي كانت يعني أيام الحرب، يعني أريد أن أكون قدوة وأن أبدأ بأنني أطالب الأستاذ محمود أن يعطي لي كتابا، يعني كتابا هدية، ولكن سأعطي له 100 جنيه تبرعا على سبيل التعويض. يعني الكتاب ما شاء الله يعني سفر ضخم. حياك الله. الله يسلمك. شكرا. هو كم كتابنا؟ هو 200 وعامل خاص 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 في 100 يعني عامل خاص بالتسجيل. طب مش دلوقتي، ده مش دلوقتي المخلص المخلص. لا تدي له ده، مش ضمننها بعد كده. القصيدة بعنوان الكلمة والسيف، وبدأتها بقوله سبحانه وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أستاذ الدكتور صابر، يعني مداخلة سريعة. هذه الآية اتخذها الغرب على أن يصفوا المسلمين أو داعشيون، وكل أولئك الذين كانوا في العراق وغير العراق كانوا يقرؤون هذه الآية عندما يقضون على أولئك الكفرة ويقيمون على حد الأبرجال. مش داعشيون بقى، سفاحون وقتلة وقناصون وكل ما تقول فيهم يعني. محمود هذه الآية، هذه القصيدة كتبتها قبل أن تظهر هذه الموجات، يعني هي في مدينة دمياط أكتوبر 1973. فأنا أول الإرهابيين. لا لا لا، أنا لا أتكلم مسبب. هذا من عارف يعني كيف أولوا هذه الآية وكيف فهموها وصرفوها في المسلمين. يلا الحمد لله. هو عصر المفاهيم المقلوبة والمعروفة. سورة القتالة وسورة محمد. يقول أثناء الحرب، طبعا كان الشاعر يعني موجودة، وفعلا بقول الآن الكلمة ليست حربا، الآن الكلمة صارت سيفا، صارت سيفا وخناجر ولهيبا ومشاعر، فلتحرق كل الأصوات المغشوشة والزائفة الأصداء، ولتحرق كل الألفاظ الجوفاء، فالآن الكلمة تزحف تزحف في سيناء، تكبر تكبر في صوت المدفع والدانات، تنطلق ضياء وخلودا وصباحا، يقهر ليل الأموات، ما عادت ذات مذاق متلون، ما عادت لونا يتشكل حسب الطقس وحسب العادة، أو عشبا شيطانيا في أفواه الدجالين، أو أجراسا ذات رنين مهزوم
ينبت في السمع الشوق ويحرق أمل المنطلقين. لكن الكلمة يا أحباب صارت نبعا، صارت نبعا تتدفق بالضوء وبالصدق وبالآمال الخضراء، وشرايينا تنفخ في الأعواق الملتهبة من روح الإصرار، فتزهر فيها كل الأشياء. والآن امتزجت بدماء الشهداء، تحمل عطر الأشواق لمحراب الحرية، وتعيد البسمة والحب إلى سيناء. والآن امتزجت بدماء الشهداء، تحمل عطر الأشواق لمحراب الحرية، وتعيد البسمة والحب إلى سيناء. فالوطن الاسم الخالد للكلمة، والحب الوجه الصادق للكلمة، والأمل النبض الصادق، والأمل القلب النابض للكلمة، والإصرار الشريان المتدفق في أعماق الكلمة. ولذلك حين عبرنا الليل نغارا، كانت في أعيننا الكلمات وطنا، حبا، أملا، إصرارا. ما هزمتها الأوهام ولا أنباء كالقرب المملوءة بلا شيء من جيش لم يتذوق طعم الكلمات، وانطلقت معنا حيا ناريا نبرات من أيدي الأبطال البسطاء. أبناؤك يا مصر الشرفاء صانوا شرف الكلمة، حين تحقق حلم العمر على أيديهم في لحظات، وأحالوا الشوق لقاء وعناقا ممزوجا بالقبلات. بترابك يا مصر الحاضن روح المجد وعطر الحرية، فالحلم المشرق في محنتنا، النابت في ظلمة تربتنا. كم كلفنا، كم أسلمنا لصفعات الريح الليلية، كم كابتنا الشوق لنسحق ليلى الغدر، ونزرع في قلبك يا مصر ملايين الأقمار، ونفك ضفائرك لنغسلها في ماء قناتك، في كل الأنهار، في ماء النيل، وفي الترع، وفي القنوات لنمحو وشم العار. في ماء النيل، وفي الترع، وفي القنوات لنمحو وشم العار. والريح الشرقية تحمل عطر الأحباب، وعبير النصر بحطين يدخل من كل الأبواب، وصلاح الدين يهز السيف، وتكبيرته تحتضن المحراب، وضياء المجد الجالود يعلق في صدرك يا مصر نجوما وشموسا وزهورا وعقود الخيلاء. فانطلقي فوسام العز بجبهتك حمام سلام، والماضي قمر يسحق أي ظلام. وانتفضي فجناحاك يطيران إلى الشمس يضيئان الآفاق، بهما حطمت ليالي الحزن وبددت الأسطورة، ووقفت على الشط الشرقي عروسا بدماء العزة منهورة، تتحدين هلاك ما خفت سقورة. فاحتضن الخلد فإنا في العين وضعنا حبك يا مصر، ومحال أن نحضن إلا قمر النصر. فالتفن الكلمات وترحل عن معجم هذا العصر، إن لم تصبح يا مصر مصابيح تضيء طريق النصر. إنا لا ننسى أن حين عبرنا الليل نهارا، كانت في أعيننا الكلمات وطنا، حبا، أملا، إصرارا. ضياف أكتوبر 73 والحرب دائرة. يا سلام، جميل جدا. أسف. ومن هذه من غبار المعركة من أكتوبر أصدق الكلمات ما خرج في غبار المعركة يعني.